أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت الوزارة في الضفة الغربية المحتلة استشهاد 11 شهيداً آخرين معظمهم في مخيم طول كرم شمال الضفة. كما وتواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال، وتوعدت جماعة أنصار الله في اليمن استمرار عملياتها في البحر الأحمر حتى وقف العدوان على غزة رغم الغارات الأمريكية والبريطانية التي استهدفته. هذا وتواصلت الجهود الدبلوماسية والمناشدات الدولية والأممية لوقف العدوان على القطاع والحيلولة دون انتشار التصعيد إلى الإقليم. للوقوف أكثر على تفاصيل وتداعيات هذا العدوان، أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد قواس، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور محمد معنا. بداية، كيف ترى الأمور؟ إلى أين تتجه في إطار هذه المعطيات السياسية والميدانية في مشهد العدوان؟ في غياب أي كلام عن مفاوضات إلا ما يتسرب بصفته إشاعة، العملية العسكرية الإسرائيلية هي الخيار الوحيد بالنسبة لإسرائيل. الحكومة الإسرائيلية في مأزق الهروب إلى الأمام، يريدون بشكل أو بآخر تقديم انتصار معين إلى الرأي العام الداخلي الإسرائيلي والأمريكي والدولي أيضا في هذا الشأن. طبعا هذا ممكن أن يكون جزء من خطط كبرى كانت إسرائيل قد جاهرت بها، إما بتهجير كل الناس باتجاه مصر، أو بفرض أن تكون هذه المنطقة منطقة غير قابلة للعيش بعد ذلك. وأعتقد كل هذه الضربات والضغوط بالنهاية مآلاتها ستصب في، أو تحاول إسرائيل أن تصب في، حل سياسي لمصلحتها، بمعنى أن تفرض شروط. حتى الآن كما تلاحظين أستاذة، تريد إسرائيل أن تفرض، أو الشرط الأول الاحتلال تراجع عنه، الشرط الثاني أن تكون إسرائيل ممسكة أمنيا وعسكريا بغزة، بدأ الكلام أمريكيا أنه هذا غير مقبول، والآن بدأوا الكلام عن من يحكم غزة بعد ذلك. للأسف كل هذه المداولات ما خلف الكواليس يدفع ثمنها كل يوم الغزيين من دون أن يروا نهاية لهذا النفق. طب هل ما زال الاحتلال الإسرائيلي بعد كل هذه المدة برأيك، وحتى في الغرف المغلقة، متمسك ومقتنع بالأهداف التي رفعها منذ بداية هذا العدوان؟ المشكلة أنه ليس لديه أي بديل آخر. هناك كلام إسرائيلي داخلي بدأنا نسمعه على لسان السياسيين، أو المقالات التي تتحدث عن عدم وجود أهداف، حتى أنه الكلام يقول أن الجيش أساسا بالمبدأ لا يستطيع أن يذهب عسكريا إلى أهداف حتى الآن غير معروفة، والجيش لا يعرف ماذا تريد حكومته في هذا الشكل. زائد أن هناك امتعاض داخلي، الكلام عن ضغوط أمريكية غربية للإطاحة بهذه الحكومة والإتيان بحكومة جديدة باستطاعتها أن تنسجم مع كل ما يتم التعاطي معه. بغياب هذه الذهنية، أو دعيني أقول هذه الروحية السياسية الإسرائيلية، ليس أمام إسرائيل للأسف إلا الأداة العسكرية كي تستفر فيها، بما فيها التلويح. أعتقد رئيس الأركان الإسرائيلي بالأمس في شمال إسرائيل بدأ يتحدث عن أن الحرب على الجبهة الشمالية بدأت تقترب أكثر وأكثر. صحيح. والآن هناك أيضا تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يقول علينا الاستعداد لتدهور الوضع في الجبهة الشمالية. سنأتي للحديث عن هذا الموضوع. ما يشاع وما يظهر حقيقة الآن من خلافات أمريكية إسرائيلية وهذه التصريحات، هل يمكن القول أن هناك فعلا خلاف حقيقي أمريكي إسرائيلي على إدارة المرحلة المقبلة في هذه المعركة، وإن كان البعض يلجأ لتوصيف المشهد بأنه خلاف بين بايدن ونتنياهو شخصيا؟ لا أعتقد ذلك. طبعا لا يمكن أن نصدق أن هناك خلاف بالمعنى يعني الدراماتيكي، بمعنى أن تضرب الولايات المتحدة على الطاولة وتعلن سلسلة من الإجراءات التي لن تعلنها، ولم تتجرأ أي إدارة أمريكية سابقا، يعني لم يلوح حتى بموضوع الدفع بالأسلحة باتجاه إسرائيل. حتى أن رغم الكلام عن الخلاف، تم الحديث أنه تريد إدارة بايدن وأيضاً بالذات أن يتحايل على الكونغرس من أجل تمرير صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة أعتقد 147.6 مليون دولار، وبالتالي هذا مبدأ تحته تتكلم إسرائيل.
طبعا هناك أجندات مختلفة للحكومة الإسرائيلية ولإدارة بايدن. بايدن ذهب إلى انتخابات وكل تفصيل في قراراته يصب في نتائج هذه الانتخابات، وبايدن يتعرض لضغوط من كل هذا العالم، العالم طبعا العربي الرأي العام الفلسطيني، لكن أيضا العالم الغربي الذي بدأ يتململ من عدم وضوح هذه الإدارة. ربما سنتكلم عن ذلك الذي حصل في بحر الأحمر من تشقق بين من لا يريد أن ينتمي إلى هذا التحالف، هذا الموضوع الحارس الازدهار، ومن يريد أن يكون خارج البحر الأحمر، أو من يريد أن يكون تحت إمرة بلاده أو تحت إمرة الأوروبيين. طب هل يعني تمتلك الولايات المتحدة، وإن كان لا يوجد هناك خلافات حقيقية، القدرة على تعديل أهداف الاحتلال الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة أو ما بعد، أو في إطار الحديث عن أفق هذه المعركة؟ لا أحد يستطيع أن يمسك أو يجبر إسرائيل على القيام بأي تعديلات إلا الولايات المتحدة. حتى إسرائيل لن تستطيع أن تعدل نفسها بنفسها، الولايات المتحدة فقط هي من تذهب باتجاه ذلك، وتستخدم كل الترسانة الدبلوماسية بما فيها إرسال مستشار الأمن القومي، وزير الدفاع، وزير الخارجية مؤخرا، و ما قيل أكثر من مرة عن اتصالات جرت بين نتنياهو وبايدن، وكانت اتصالات صعبة وإلى آخره. وطبعا بدأنا نشعر أنه إسرائيل تتحدث عن مرحلة أخرى، وأنه سيتم التخفيف عن، بغض النظر عن دقة ذلك، التخفيف عن الضرب الشامل باتجاه الضرب الذكي على الطريقة التي يعتمدونها في الضفة الغربية. الولايات المتحدة تريد أن أكثر من ذلك، لكن للولايات المتحدة أيضا، للولايات المتحدة مصلحة في أن تسجل إسرائيل انتصارا إذا لم يكن ساحقا لكنه واضح، لأن الولايات المتحدة في صراع مع روسيا وفي صراع مع الصين وفي موقعها على رأس في زعامة العالم تحتاج إلى انتصار إسرائيلي وليس إلى ضعف إسرائيل. طب ما هو النصر الذي يتم الحديث عنه في إطار هذا المشهد؟ يعني بالأمس أيضا كان هناك تصريحات للولايات المتحدة بأنه لا يوجد حل عسكري لحماس، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يعترف بذلك. إن كانت الولايات المتحدة تريد لهذا المشروع، مشروع الاحتلال، أن يخرج منتصر، ما هو النصر الذي يمكن أن يؤدي للذهاب ربما لأي حل لإنهاء أفق هذه المعركة؟ الإسرائيليون قبل أيام بدأوا الحديث عن أنهم يعرفون تماما أين هو السنوار وأين هي قيادة القسام، وبدأوا وكأنهم يوحون للولايات المتحدة وشركائها أن دعونا نسجل هذا الانتصار إذا كان بالإمكان تسجيل هذا الانتصار. وربما أيضا يريدون، بما أنهم اقتنعوا أن ليس هناك حل عسكري، فيريدون تحسين شروط التفاوض على طاولة أي تسوية معينة، بأن يثبتوا أنهم فرضوا أمرا واقعا جديدا في غزة. وهذا الخيار العسكري ما زال عسكريا حتى الآن، لا إسرائيل لا تملك شيء آخر غير هذا الخيار. نعم، اسمح لي أن أرحب بضيفي السيد أمجد بشكار، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية من نابلس. أهلا بك سيد أمجد معنا. في إطار ما يشاع عن هذه الخلافات بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، هل الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل لتعديل أهدافها في هذا العدوان؟ مساء الخير لك ولضيفك أستاذ سوسن وللمشاهدين الكرام. يعني باعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية يعني بدأت تعلي الصوت بنصائحها يعني التي تقدمها لضرورة التعايش مع يعني إمكانية إبقاء حركة حماس والعمل على تثبيت أي عمل يعني قادم من حماس بالمستقبل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية فعليا باتت تضيق يعني باعتقادي ذرعا من تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ولديها الآن قناعة إنه بنيامين نتنياهو يتطلع لمجد شخصي على حساب يعني دولة إسرائيل. لذلك بدأت نخب سياسية إسرائيلية مقتنعة أن رؤية بايدن هي فعليا لمصلحة إسرائيل لكي لا تنهزم يعني استراتيجيا. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحاول إنقاذ إسرائيل من حكومة إسرائيل نفسها. من جانب آخر يعني بالأمس كان هنالك تسريبات أمريكية
فعليا تفيد بأن الحديث اليوم يتمحور حول مستقبل إسرائيل ما بعد بنيامين نتنياهو، بعدما كان الحديث بالسابق يدور حول مستقبل غزة وما بعد حركة حماس. مضافا لذلك، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية فعليا قد نصحت بالسابع من أكتوبر إسرائيل بعدم الاندفاع لحرب برية والعمل على إجراءات يعني تكون خارج هذا الإطار. اليوم يتبين أن عقبة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بنيامين يعني نتنياهو بالمقام الأول، والصهيونية الدينية بالتحديد سموتريش وبنغفير. لذلك هي فعليا سعت بزيارة بلينكن الأخيرة، وكان ذلك واضحا بالجلوس مع جالانت ليؤدي وظيفة معينة يعني تعتمد على وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام باعتقاد أستاذ سوسن لم يكن لولا الصمود الأسطوري للمقاومة والصمود للشعب الفلسطيني ضد التهجير، وحتى قوة تدخل المقاومة بالجبهات الأخرى والعمل القانوني يعني الكبير الذي قامت به جنوب إفريقيا، وعامل مهم جدا وهو نخب قاد يعني قادوا حملة بايدن بالسابق، اليوم يتحدثوا عن اعتذارهم في أن يستكملوا هذه المهمة. بالإضافة إلى ذلك، يعني يوم الثلاثاء الماضي كان هنالك إضراب كامل في بعض الولايات الولايات المتحدة الأمريكية ممن أضربوا هم يعني جزء من إدارة جو بايدن. لذلك أنا أعتقد يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني مؤمنة تماما أن بنيامين نتنياهو يريد أن يجرها أكثر لأن يعني تتوسع نطاق الحرب، وكان ذلك واضحا عندما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية بارجتها في الأيام أو بالأسابيع الأولى من الحرب اعتراضا على سياسة بنيامين نتنياهو. طب عطفا على ذلك سيد أمجد، نعم اعذرني على المقاطعة، هل يمكن أن تكون الولايات المتحدة أيضا في إطار التسريبات التي تحدثت عنها أن تكون الولايات المتحدة مؤثرة في المشهد السياسي لدى الاحتلال الإسرائيلي من خلال الالتقاء بقادة، وفي إطار ما يتم الحديث عنه أن الولايات المتحدة أيضا تتحدث عن ما بعد نتنياهو وعن قيادة سياسية أخرى؟ يقينا هنالك يعني إحباط وخيبة أمل كبيرة في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية وجو بايدن بسبب الفشل يعني الأمني والعسكري من قبل دول الاحتلال. يعني بعد 104 أيام يا أستاذ سوسن لم يظهر لصانع القرار الأمريكي أن العملية العسكرية فعليا يعني أتت أكلها في قطاع غزة. حركة حماس والمقاومة لا زالت موجودة، ولا زالت حتى البنية والقدرات العسكرية موجودة لحركة حماس. بحسب يدعوت أحرنوت أنه تم قتل عشرات الآلاف، بالتحديد 9,000 من المقاومة، وبنسبة 30% من المقاومة التي يعني أو من فصائل من عناصر حركة حماس داخل قطاع غزة. وتبين أن هذه كلام غير صحيح، وبعد ما تم سحب يعني بعض الألوية من وسط قطاع غزة خرجت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية برشقة صاروخية 50 صاروخ. هذا الكلام يعني ألقى بظلاله بشكل أو بآخر على الساحة الإسرائيلية. اليوم إيزنكوت يتحدث أنه بيحكي لك أنا أدعو يعني مجلس الحرب لعدم الكذب على أنفسنا بشأن طريقة سير المعركة، وعلينا فعليا إظهار الشجاعة والتوصل لصفقة كبيرة يعني تعيد المختطفين من قطاع غزة بدلا من الاستمرار بالقتال في شأن يعني أو في مسار أعمى. وكذلك كان هنالك يائيل لبيد عندما قال هذه الحكومة ليست صالحة لإدارة الحرب، وبنيامين نتنياهو غير صالح لإدارة البلاد. الأهم من كل ذلك بني جانتس، أنا باعتقادي هذا الشخصية المحببة للولايات المتحدة الأمريكية والذي يعني سيعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا تم يعني نجاحه في الانتخابات أو في انتخابات لربما تكون قادمة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنا باعتقادي أنه بدأ يعلي الصوت بشكل أكبر عندما يتحدث عن بعض الشروط التي قد وضعها على بنيامين نتنياهو حتى يبقى داخل مجلس الحرب. أولا قال إعادة تحديد الأهداف وبلورتها من جديد، بمعنى اجتثاث حركة حماس وإنهاء مقدرات المقاومة الفلسطينية بالإضافة لإعادة المحتجزين. هذا الكلام لا يمكن أن يتم، لذلك هو طلب بتجديد يعني هذه أو إعادة تحديد هذه الأهداف. ثانيا الحديث عن اليوم التالي للحرب، لأن بنيامين نتنياهو يرفض بشكل كامل
أن يتحدث بشكل جدي عن اليوم التالي للحرب وعن الرؤية لليوم الثاني. ثالثا تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وهذا الطلب بالتحديد هو مطلب أمريكي بتحديد، يعني طرق ووسائل يعني وآليات واضحة لإدخال هذه المساعدات. لذلك أنا باعتقادي بن غانتس يريد أن ينزع المبادرة من بنيامين نتنياهو الذي يعني فعليا يعمل على إطالة أمد الحرب لأهداف شخصية، لأن بنيامين نتنياهو يريدها حربا بلا زمن وحربا بلا موعد محدد بخلاف رؤية الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا باعتقادي أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لها في الأيام المقبلة يعني تدخل أكثر لحماية إسرائيل من الحكومة الإسرائيلية نفسها. طيب أرحب بضيفي أيضا السيد حازم عياد، الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط من عمان. أهلا بك سيد حازم. إن كنت استمعت للسيد أمجد بشكار، يعني إن كان هناك نوعا ما تغير في الموقف الأمريكي أو في علاقة بايدن بنتنياهو إذا صح توصيف طبيعة الخلاف، هل يمكن أن يبنى عليه في المرحلة المقبلة؟ يعني هذا واحدة من النقاط المهمة في إدارة الملف أو إدارة الحرب، هو العلاقة بين نتنياهو وبين إدارة بايدن. هي علاقة متوترة منذ اللحظة الأولى لوصول بايدن إلى سدة الحكم، لم يكن هناك اتصال أو تواصل بين بايدن وبين نتنياهو، وكان بايدن معنيا بأن لا يفوز نتنياهو في فترة جديدة لرئاسة الوزراء في خلال فترة حكمه، ولكن نتنياهو تمكن من فعل ذلك، ولا زالت هذه الخلفيات، وخصوصا انه كان في خلاف ايضا حول التعديلات القضائيه، كان بايدن وادارته ضد هذه التعديلات. فهناك يعني قاعده او اساس قوي لهذا الخلاف، وله امتدادات فيما بعد خلال الحرب، واثر على شكل وهندسه هذه الحرب ومسارها. لكن هل هي النقطه الحاسمه في تحديد ان كانت امريكا ستريد ان توقف الحرب ام لا؟ امريكا حتى اللحظه لا يوجد لديها نية لوقف الحرب بشكل الوقف التام، لأنها تسعى إلى ترتيب أوراقها في المنطقة. أمريكا تعتقد أن الضربة التي وجهت لإسرائيل لم تكن لإسرائيل وحدها، بل لنفوذ الأمريكي ولكل المشاريع التي يعني أطلقتها في المنطقة لتكريس هذا النفوذ ولإدماج إسرائيل في المنطقة عبر مشاريع اقتصادية وسياسية وعبر مشاريع أمنية. كل هذه البنية التي كانت تعد لها الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة من السلام الأمريكي بدءا بكام ديفيد وانتهاء باتفاقات الإبراهيمية تضررت بشكل كبير، وتضرر معها النفوذ الأمريكي. لذلك نقطة الارتكاز الأساسية في عمل الولايات المتحدة الأمريكية هي محاولة ترميم هذه الأضرار، ويعني إعادة تعويم السياسة الأمريكية، وقدمت كل شيء لإسرائيل لتتمكن من انتزاع زمام المبادرة من المقاومة الفلسطينية على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي، ووفرت مظلة واسعة. لكن كل هذه الجهود الأمريكية فشلت. الآن المتهم نتنياهو، أيضا المتهم الكيان الإسرائيلي بأكمله، خذل الولايات المتحدة الأمريكية ولم يستطع أن يرد الصاع صاعيل المقاومة، ولم يستطع أن يعيد المسار الأمريكي على السكة. أمريكا الآن تتخبط في محاولة تعويم هذه الاستراتيجية، تتحدث عن مشروع عملاق، لأن آخر التسريبات أن حسب إسرائيل هيوم أن أمريكا تعد لمشروع عملاق لإطلاق عملية سلام بعد الحرب على قطاع غزة، وأنها تريد إشراك المملكة العربية السعودية. طبعا المملكة العربية السعودية والدول التي تفاوضها الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنتم تقدمون وعود ونحن نقدم وعود، تقدمون وعود أن هناك سيكون دولة فلسطينية ونحن نقدم وعود بأننا سنذهب إلى التطبيع. إذا كلها وعود بوعود وحديث عن صفقة عملاقة في محاولة يعني لتشجيع إسرائيل على يعني تحقيق ولو إنجاز طفيف على الصعيد العسكري في الساحة العسكرية. وهذا مسألة عجزت عنه إسرائيل ولا زالت تعجز ولم تتمكن من تحقيقه. هنا مشكلة أمريكا. الآن نتنياهو أين موضعه في كل ذلك؟ هذا المطالبة الأمريكية، كل من غانتس وجالانت كل منهم يقول أنا قادر على فعل ذلك. غانتس يقول أنا قادر على تحقيق متطلبات الأمريكية التي تسمح لها بتعويم وتنفيذ استراتيجيتها وإصلاح الأضرار. نتنياهو لديه تحفظات، لأن لديه قاعدة
من حكومة الائتلاف ترفض بعض الاطروحات الأمريكية التي تساعد أمريكا على ترميم استراتيجيتها في المنطقة تتعلق بالسلطة ودور السلطة وإمكانيات يعني إعطاء أدوار لها. هنا نقطة الخلاف التي لا تفسد للود قضية، بمعنى أن لو أمريكا أرادت الإطاحة بنتنياهو لأطاحت به ولا سحقته يعني عمليا، لكن الإطاحة بنتنياهو ضمن بشكل الانهيار الكامل لن يساعد على يعني تحسين صورة النصر الأمريكي، ستظهر وكأن مضاعفة للهزيمة. يعني أن تنهار الحكومة أو أن يحدث خلاف وانقسام إسرائيلي في هذه اللحظة سيضر ويعمق من أزمة الكيان الإسرائيلي وأزمة الاستراتيجية الأمريكية. هناك معضلة كبيرة تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك تضغط على الدول العربية في محاولة يعني أن تمد حبلا لإسرائيل تنجيها مما هي فيه، أن تقدم الدول العربية، أن تقبل الدول العربية بالمبادرة الأمريكية على صيغة وعود دون أن تجبر نتنياهو أو اليمين المتطرف. نتنياهو ليس وحيدا، يعني نتنياهو لا يمثل فقط شخصه، يمثل جزء ليس بسيط من المجتمع الصهيوني، وهو جزء موجود في المستوطنات. سأعود لك سيد حازم عياد، اعذرني على المقاطعة. طيب دكتور قواس، يعني الهدف الإسرائيلي هو القضاء على المقاومة الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى الآن رغم كل حالة الدمار التي تمت في قطاع غزة. إذن على ماذا سيتم المراهنة خلال المرحلة المقبلة، أو مراهنة الأمريكيين خلال المرحلة المقبلة بأن إسرائيل قادرة على تحقيق هذا الهدف حتى وإن استمرت المعركة لمدة عام كما يقول الاحتلال؟ أعتقد الولايات المتحدة تجاوزت هذا الاعتقاد وهذا التمني، وأصبح في استنتاج على مستوى السياسي، لكن على المستوى العسكري لا تنسي أن وزير الدفاع الأمريكي صدر عنه ما يمكن أن يلوم إسرائيل، وليس على المستوى العسكري لكن على مستوى أداء استراتيجي، ويقول أنه ما تفعلونه سيجر ويلات بالمعنى السياسي على إسرائيل في المستقبل. فبالتالي الولايات المتحدة تسقط هذا الموضوع، ولكن الولايات المتحدة حريصة على إبقاء هذا البلد، نتحدث عن إسرائيل، بشكل متفوق ليس على مستوى الفلسطين لكن على مستوى الشرق الأوسط. وحاجة أمريكية، إسرائيل جزء من الولايات المتحدة وحاجة أمريكية، لكن أيضا بات واضحا أن الولايات المتحدة تريد أن تنتقل إلى مستوى آخر. أنا لا أثق كثيرا بأن الولايات المتحدة لديها هذا الحرص وهذه الغيرة على ما تدعيه من إنشاء دولة فلسطينية أو تسوية سياسية. وأعتقد أن بلينكن عندما جاء إلى المنطقة جاء يحمل أملا إلى الفلسطينيين والعرب بإقامة دولة فلسطينية وبرعاية والإشراف على حل الدولتين، لكنه عندما ذهب إلى الإسرائيليين بشرهم بأن المنطقة العربية ما زالت جاهزة للتطبيع. فبالتالي وكأنه ذاهب إلى بيع بضاعة لكل طرف من دون أن يكون هناك مصداقية. ثم أن الكلام عن صفقة تاريخية على الأقل، فلنبدأ بأعراض هذه الصفقة لتكون متأسسة متمأسسة، من سيشارك فيها بالعالم، هل هناك مؤتمرات أم أنها مجرد يعني همهمات وبعض الاجتماعات هنا وبعض التصريحات هنا وهناك، وهي على علاقة بما يجري في غزة من تقدم أو تراجع عسكري. وإذا ما ذهبت هذه المعركة، إذا ما انتهت بشكل أو بآخر، لا شيء يضمن أن هذه الهمة الأمريكية التي تم التعبير عنها بمسألة حل الدولتين ستبقى بنفس المستوى. طيب سيد أمجد بشكار، يعني هل يمكن المراهنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم مستمر من الولايات المتحدة على عامل الوقت بين قوسين كما يقول الاحتلال القضاء على المقاومة الفلسطينية؟ يعني حتى الآن رغم كل حالة الدمار المقاومة قائمة موجودة، الحديث بأن العملية قد تستمر لمدة عام، هل يمكن المراهنة على عامل الوقت؟ هنالك للجواب على هذا السؤال شقين، الشق الداخلي في الأراضي الفلسطينية والشق الخارجي المرتبط بالإقليم ككل. بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، هي تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي استنزاف لمقدرات المقاومة الفلسطينية لكي يعني تستنزف جميع مقدراتها حتى تصل أنها يعني كأن المقاومة الفلسطينية تستسلم. هي لا تعلم لغاية اللحظة طبيعة العقلية الفلسطينية، أنه كلما قامت بالضغط على المقاومة الفلسطينية
كلما كان هنالك يعني إصرار كبير على إثخان في العدو. ولذلك يعني بعيدا عن بعض العبارات الإنشائية التي من الممكن أن ترفع المعنويات، أنا باعتقادي أن دولة الاحتلال هي في مأزق ومأزق كبير جدا، بمعنى هي تقول أن عام 2024 هو عام الحرب والنصر. باعتقادي هذا الموضوع لا يخلو عن بعض الضغوطات على الحركة، على دولة الاحتلال الإسرائيلي وعلى الحكومة، بمعنى هنالك ضغط كبير جدا على الحكومة من الجبهة الداخلية. لذلك أنا لا أعتقد أن أي مؤثر من الممكن أن يضغط ويؤثر على الحكومة الإسرائيلية بقدر ما هي الجبهة الداخلية الإسرائيلية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم تتحدث بصوت عال، حتى لو بتنا بالشوارع سنعمل على يعني لملمت الأمور لكي ليكون هنالك مظاهرات مليونية لأول مرة. لم يتحدثوا عن موعد محدد، ولكن هم يعني يراهنوا أكثر عن على بني جانتس الذي موجود هو في مجلس الحرب، ومن المتوقع أن يخرج من مجلس الحرب في الأيام المقبلة وأن ينضم إلى الشارع وإلى كما هو قريب الآن. لكن أنا باعتقادي يعني ستكون أكبر مظاهرة يوم السبت القادم بعد يومين في للمجتمع الإسرائيلي، لأهالي المختطفين بالتحديد، وستتجاوز ما كانت عليه في السبت الماضي 120 ألف متظاهر. باعتقادي هنالك عوامل أكثر من يعني رغبة بنيامين نتنياهو لأن يطيل هذا الموضوع. هذا من جانب. من جانب آخر بالإقليم، هل أن الولايات المتحدة الأمريكية، هنا السؤال، يعني مستعدة لتوسع الحرب بشكل كبير في الإقليم، خاصة أننا نتحدث اليوم عن يعني نحن قاب قوسين أو أدنى من أن يغلق بشكل كامل باب المندب إذا تم يعني استهداف الحوثيين بقسوة أكثر و يعني بداخل الساحة اليمنية بشكل أكبر. أنت تعلمين يعني الحوثيين لم يغلقوا باب المندب ولم يهددوا حتى حركة الملاحة في البحر الأحمر، وإنما هم قالوا يعني لا نريد للسفن أن تذهب إلى الكيان الصهيوني طالما لم يعني تنتهي الحرب على قطاع غزة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أخذت مسار آخر، حاولت أن تعمل على تشكيل تحالف دولي كبير يضم 52 دولة من العالم يعني أخذ شرعية أكبر لضرب الحوثيين، فشلت بذلك، وتم الحديث عن 23 دولة وأيضا فشلت. يعني بالنهاية قالت نحن 9 دول، لكن فعليا من هم يعني يحارب الحوثيين هم دولتان، الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانيين. لذلك حتى الكونغرس الأمريكي بدأ يعني يعلو صوته أكثر أن هنالك تجاوز في هذا الموضوع. لذلك أنا باعتقادي هنالك جبهة أخرى وهي جبهة الشمال، يعني بمعنى أن حزب الله من الممكن إسرائيل تعمل على توسعة الضربات لحزب الله أو تغتال شخصية أخرى من حزب الله حتى تتسع أو يتسع نطاق الحرب. لذلك أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لغاية هذه اللحظة هي يعني قادرة تريد أو راغبة بأن يتسع مدى الحرب. طيب سيد حازم عياد، يعني في ظل التحذيرات من أن يدفع استمرار العدوان لحرب أوسع أو لانفجار إقليمي في المنطقة، كيف تدير واشنطن الأزمة في الإقليم وتحافظ على هذه التوازنات كما يبدو؟ الولايات المتحدة الأمريكية صحيح هي السبب في إطالة أمد الحرب حتى اللحظة بما تقدمه من دعم لإسرائيل في محاولات للبحث عن مخرج سياسي يسمح لها بتعويم استراتيجيتها وسياستها في المنطقة ونفوذها وهيبتها، لكن رغم ذلك، رغم أنها يعني لعبت دورا في ذلك، لأن أيضا عنصر الوقت ضاغط. هي مقبلة بدأت تدخل في المناخ الانتخابي، دخلت في الأجواء الانتخابية، وحكومة بايدن كلما تقدم الوقت كلما أصبحت بطة عرجاء، أصبحت أقل فاعلية في إدارة الملفات الداخلية والخارجية. الكونغرس سيضع المزيد من القيود في عجلة هذه في عجلة إدارة بايدن، لن يوفر الميزانيات لهذه الإدارة لتنفذ سياساتها واستراتيجياتها، غير معني بنجاح إدارة بايدن في الملف الفلسطيني، لأنه فشلها سيعني مزيد من الأصوات لدونالد ترامب. بالتالي حكومة أو إدارة بايدن تعلم ذلك، وتعلم أنها كلما تقدم الوقت كلما تراجعت فرصها وإمكانيتها لإدارة الملفات الاستراتيجية من تايوان إلى أوكرانيا مرورا بالمنطقة العربية وغرب آسيا. لذلك هناك عنصر، نعم، ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضا
هناك إشكال كبير أن إسرائيل لم تتمكن من إنجاز ما هو مطلوب منها على الصعيد العسكري والسياسي. أيضا المعركة توسعت ليس فقط على 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 الصعيد السياسي والفشل السياسي في أنها يعني تطوع المجموعة العربية خلفها، بل أيضا على مستوى القوى الإقليمية مثل جنوب أفريقيا التي دخلت في صدام مباشر وتحدي مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي محكمة العدل. هناك تقويض لشرعية هذا الكيان بغض النظر عن نتيجة قرار المحكمة، لكن مجرد إشعال معركة بهذا النوع وتحدي الإرادة الأمريكية هذا يدل على أن هناك ضربة للنفوذ الأمريكي وللهيبة الولايات المتحدة الأمريكية في كل مكان. أيضا شعور بأن الحوثيين لا زالوا يتحدون الولايات المتحدة الأمريكية وقادرين على إحراجها، وأحرجوها فعلا يعني في باب المندب. هذا أيضا يضغط على أعصاب الولايات المتحدة الأمريكية، والحوثيين لديهم قدرة على التصعيد لمستوى أعلى وبالتالي الوصول بالمخاطرة إلى مستويات أعلى، وهم يدركون الضغط السياسي الذي تتعرض له إدارة بايدن سواء داخليا أو خارجيا. كذلك جبهة جنوب لبنان، أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا للاستثمار في الحالة السياسية والأجواء الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحالة في المنطقة العربية ستتحول إلى جزء من الاشتباك في الحملات الانتخابية. ترامب يقول يوميا لبايدن أنت فاشل أنت فاشل، ويريد أن يبحث عن أي صورة لهذا الفشل، وأكبر صورة لهذا الفشل هي موجودة في فلسطين. هذا يعطي بصراحة نتنياهو أملا بإمكانية المزيد من المناورة للبقاء في السلطة، ويعطي نتنياهو مساحة وهامش للمناورة، يضاف إلى الهامش النابع عن أن بايدن لا يريد أن يخرج من هذه الحرب الفلسطينيون منتصرون على كل الصعد الأخلاقية والإنسانية والسياسية. لذلك هو معني بالدفع بمشروع سياسي تكون حاملته السلطة ومشروع التنسيق الأمني، وهو يحرك أحيانا بعض العناصر. يعني سمعنا تصريحات يعني غير مريحة تدل على أن أمريكا تحاول، أو هناك أناس يغازلون الولايات المتحدة الأمريكية بالحديث عن أنه حماس إرهابية، يريد بعض يعتقد أن أمريكا ممكن أن تضعهم رئيس أو إلى آخره. إذن هناك محاولة لإنتاج شكل سياسي يسمح لأمريكا بإدارة الملف الفلسطيني عبر المساعدات، لأن الوضع الإنساني سيء جدا، تريد أن تستغل هذه الورقة وتستغل هذه الحاجة. لكن أعتقد أن المقاومة بلغت درجة من الصلابة بحيث لا تستطيع أمريكا أن تفرض كامل شروطها على المقاومة في فلسطين، وأن المعركة تسعى بحيث لا تستطيع أمريكا إدارتها دون الجلوس على الطاولة مع الفلسطينيين. وهنا بدأ يظهر صوت من بلينكن وبعض القيادات السياسية الأمريكية تتحدث أن على نتنياهو، وليس نتنياهو وحده، الجميع في إسرائيل أن يعترفوا بأن لا يمكن إقصاء حماس. أيضا اليوم إسحاق بن بريك وهو أحد القادة العسكريين والأصوات المعروفة في إسرائيل يتحدث أنه لا يوجد في الأفق حل يعني عسكري في قطاع غزة، وبالتالي هناك أصوات تتعالى على كل المستويات لضرورة القبول بالنتائج التي يعني النتائج المتعلقة بالمعركة، وأن هناك فشل إسرائيل وعليهم الذهاب إلى صفقة صفقة أسرى. سأعود لك سيد حازم. جانس يقول إذا أردتني أن أبقى في الحكومة، إذا أردت يقول لنتنياهو إذا أردت أن نبقى في الحكومة فيجب أن نذهب إلى صفقة تتعلق بالأسرة، وهذا يعني وقف لإطلاق النار. طيب سأعود لك سيد حازم. دكتور محمد قواس، في إطار الحديث عن التصعيد في المنطقة، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي قال إن الحرب مع لبنان قادمة لا محالة. وزير الدفاع قبل قليل صرح قال علينا الاستعداد لتدهور الوضع في جبهة الشمال. هل يمكن فعلا أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي أو أن يكون لديه هدف بتصعيد الأداء على جبهة الشمال وتوسيع المنطقة العازلة في ظل عدم نجاح الجهود الدبلوماسية حتى الآن؟ في الأيام الأولى بعد التي تلت 7 أكتوبر فعلا كانت إسرائيل ذاهبة، وكان نتنياهو لديه هذه المصلحة. لماذا؟ لأن إسرائيل ربما استفادت من لحظة تاريخية نادرة، هذا الدعم والتأييد المفرط الجنوني الذي عبر
عنه الغرب بأكمله، ليس فقط الولايات المتحدة، حتى الاتحاد الأوروبي كان سيجعل من أي عدو لإسرائيل عدوا لهذه المنظومة الغربية، وكان باستطاعة أو يعول كان نتنياهو وصحبه على جر الولايات المتحدة، على إحراج الولايات المتحدة التي لطالما كانت تلوح بأنها لن تقف وراء هجمات من هذا النوع. لكن طبعا الأداء الإسرائيلي العسكري والسياسي تراجع بعد كل هذه الأيام. إسرائيل تحاول فعلا أن تشن حرب وتحاول أن تستدرج شرعية لهذه الحرب. هي تجاوزت ما يسمى بقواعد الاشتباك، ذهبت كثيرا في استفزاز حزب الله باغتيال قادة أساسي من قادته الميدانيين، وذهبت إلى عقر القيادة في حزب الله في الضاحية عندما اغتالت القيادة الحمساوي صالح العروري، وبالتالي كانت توفر لحزب الله كل الأوراق التي بإمكانها أن تشن حرب. كان واضح أن حزب الله قراره هو الاكتفاء بما يفعله حتى الآن، وطبعا في كلام أننا نحن لن ننجر إلى حرب تريدها إسرائيل، وأعتقد أن إسرائيل تعرف ذلك، تعرف أن هذه الحرب ممنوعة. كان قبل أسابيع أعتقد مفاجئ لنا جميعا أن يتصل وزير الدفاع الأمريكي بنظيره الأمريكي ليسأله، طبعا في البيان الرسمي تم استفسار من إسرائيل عن هذه الضربات التي توجه ضد لبنان، وكأنه أيضا كان اعتراض أمريكي أن لا تذهبوا بعيدا في هذا الشأن، قبل أن يرسلوا لاحقا أموس هوكستاين المستشار الرئاسي على مستوى الرئاسة، والذهاب مع مستشار الأمن القومي وبلينكن. نعم. بالمعنى نفسه ممنوع أن تذهبوا باتجاه حرب ضد لبنان. أعتقد أن هذه التصريحات التي صدرت خلال الساعات الأخيرة من إسرائيل هي للاستهلاك المحلي، للقول أن هناك أخطار وأن هذا الجيش ما زال يتحرك للدفاع عن أمن إسرائيل. نعم، إذن أضواء على الأحداث متواصلة معكم ضيوفنا الكرام، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعربت الصين عن استعدادها للوساطة بين إيران وباكستان لمنع التصعيد بينهما، وقالت باكستان إنها شنت ضربات صاروخية انتقامية على إيران بعد يومين من الهجوم الإيراني الذي أدى إلى تأجيج العلاقات بين البلدين. وأعلنت باكستان استهداف مواقع لجماعات مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان الحدودي، فيما أكدت طهران مقتل 3 نساء و4 أطفال في الغارات. وتأتي الضربات المتبادلة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعود لك سيد أمجد بشكار من نابلس، كيف تنظر لهذا التصعيد بين إيران وباكستان؟ هل هناك دلالة بالتوقيت؟ هل هو ملف منفصل عما يدور في قطاع غزة؟ يعني أستاذ سوسن، حقيقة كان هناك 3 ضربات متتالية لإيران، بمعنى كان هناك ضربة لسوريا وضربة في أربيل بالتحديد إلى يعني موقع للموساد ومقر للموساد، ومعروف أربيل بعلاقتها مع الموساد الإسرائيلي وكمكان تجسسي على المنطقة، بالإضافة إلى يعني هنالك بعض القوى الإيرانية ولكن موجودة في وتنشط في الأراضي الباكستانية. أنا باعتقاد أن الموضوع لن يتطور أكثر من ذلك، خاصة يعني أن القوى العالمية لا تريد أن يعني تتوسع إيران بأن يكون هنالك خلافات مع أطراف غير يعني الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك يعني شهدنا في الساعات الأخيرة هنالك يعني وساطة صينية مستعدة لأن يكون هنالك حتى لا تتطور الأمور. بالإضافة لذلك كان هنالك يعني بعد الضربة الإيرانية كان رد من باكستان أيضا في الأراضي الإيرانية، وبعد ذلك يعني خرجوا بتصريح مفاده بالتحديد الرئيس الباكستاني عندما قال نحن إخوة، نحن وإيران، وحتى وإن كان هنالك حدثت بعض الإشكاليات لابد أن نجلس وأن نتجاوزها، بمعنى حتى باكستان لا تريد يعني لهذا الخلاف أن يتطور أكثر من ذلك، خاصة أن باكستان خرجت بهذا التصريح بعد أن قامت يعني بالرد على الخروقات الإيرانية. لكن أنا باعتقادي أن يعني إيران ستكون مصبة أكثر على موضوع الحفاظ على الجبهات والحلف بوحدة الساحات المعروفة، سواء في جبهة المقاومة اللبنانية وكذلك العراقية وكذلك في اليمن، جميعها دعما ومساندة لقطاع غزة. فلذلك أنا لا أعتقد أن الأمور سيكون يعني متطور أكثر مما هو حاصل الآن.
نعم سيد حازم عياد، يعني كيف تنظر لحالة هذه الفوضى التي يعيشها الإقليم؟ أنا بالنسبة لي أولاً أعلق على ما حدث بين إيران والباكستان، أعتقد أنها نعم أزمة سيتم احتوائها، ولكن أعتقد أن إيران أيضاً يعني أخطأت في توجيه ضربة للباكستان، يعني لا أعتقد أن التعامل مع الباكستان وهي جارة وهناك تعاون قدر كبير من التعاون بين البلدين كان يجب أن يتم بهذه الطريقة. يعني حتى على في العلاقة مع أفغانستان أدارت العلاقة بطريقة أكثر ذكاء في المرحلة الأخيرة. يعني أفغانستان وباكستان تعاونوا، أفغانستان وإيران تعاونوا في المرحلة الأخيرة وكشفوا عن شبكة تجسس كبيرة تعمل على الحدود الأفغانية الإيرانية تتبع للموساد الإسرائيلي وتحاول أن تخلق فتنة على في المناطق الحدودية، وتمت وأفغانستان ألقت على عدد كبير من العملاء التابعين للموساد الإسرائيلي وسلمت بعضهم لإيران. إذا إمكانية التعاون بين باكستان وإيران إمكانية عالية، والبعض يرى حتى البعض يحاول أن يبرر هذه العمليات بأنها ضمن تفاهمات إيرانية باكستانية، لكن أعتقد أن ذلك ليس أمراً يعني بالسهل أن تنتهك الدول سيادة بعضها البعض بهذه الطريقة على هذا المستوى. لذلك كان هناك خيارات أخرى أمام باكستان وإيران. أما فيما يتعلق بأن هناك نشاط، والغريب بما يتعلق بالنشاطات الموساد في على الحدود الأفغانية الباكستانية أنها مرتبطة بداعش، يعني يلقى القبض على عملاء موساد ويلقى القبض على خلايا لداعش، كما حدث في تركيا مؤخرا ألقي القبض، يعني الخلايا الموساد التي ألقي القبض عليها في تركيا تم القبض بالتوازي على خلايا من داعش تنشط في تركيا وتريد أن تنفذ هجمات بنفس المستوى. إذا هناك يعني شيء من ملتبس في هذه العلاقة وهذا النشاط للموساد الإسرائيلي التخريبي. أما فيما يتعلق بأربيل معروف العلاقة يعني على المستوى النفط وإلى آخره، ولكن أنا يعني لاحظت تصريحات السوداني قال أن الاستقرار في العراق لن يتحقق إلا برحيل القوات الأمريكية. إذن القناعة لديهم أن هذه النشاطات التي تنتهك السيادة العراقية لا تقتصر على، هي نتاج لهذا النفوذ الأمريكي ولهذا الرخاوة في الأمن العراقي. لذلك يرى أن خروج القوات الأمريكية قد يساعد أيضا على التخفيف من هذه الفوضى الأمريكية. أنا أعتقد أن صلب الفوضى في الإقليم يعني تلعب بالولايات المتحدة الأمريكية فيه دورا كبيرا. طيب يعني اعذرني على المقاطعة لضيق الوقت دكتور محمد قواس على عجالة، يعني كيف يوصف هذا التصرف لإيران بانتهاك سيادة الدول بهذه الطريقة، سابقا العراق والآن باكستان؟ هلا بغض النظر عن الكلام والخطاب، وانا اذكر محمد ضيف بعد ساعات عن 7 اكتوبر وجه نداء لكل ساحات المقاومه بالانضمام، وبعد ذلك كل القيادات السياسيه لحركه حماس وجهت انتقاد لهذه الساحات التي لم تقدم بالمستوى المطلوب، وكانه كان هناك اتفاق ان يكون المستوى اكبر من ذلك. ايران طبعا تستغل هذه اللحظه لمصالح ايرانيه، اللحظه الفلسطينيه نراها تماما بمستويات الرد سواء عن طريق الحوثيين او عن طريق حزب الله، اما المستويات الاخرى التي ادت الى هذه الضربات ضد اربيل او ضد باكستان فهي لحسابات ايرانيه متعدده. وأعتقد أن إيران تلقت صفحة هذه المرة، لأنه خلال السنوات الأخيرة كانت تجول وتذهب إلى أبعد حد في سلوكها في المنطقة، لأن هذه المنطقة لا ترد بالمعنى الرادع. باكستان دولة كبرى ودولة نووية ولها حسابات إقليمية كبرى، لم تسمح بهذه الصفحة، ردت الصفحة وبعد ذلك قالت نحن إخوة. شكرا جزيلا لك دكتور محمد قواس الكاتب والمحلل السياسي. أشكرك سيد أمجد بشكار أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية من نابلس. الشكر موصول أيضا للسيد حازم عياد الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط من عمان على هذه المشاركة. بذلك نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أضواء على الأحداث. إلى اللقاء.